بين أكبر التأثيرات التي عرفها العالم وأدركها العالم وترجمت حتى على أرض الواقع التأثير الاقتصادي. أسواق النفط العالمية قالت قولتها فيما بعد جنوح هذه السفينة البنمية بيوم وربما حتى بساعات. أسعار النفط أخذت في الارتفاع تباعا وصولا إلى معدلات فاقت حتى 4%. أسهم شركات التأمين على النقل البحري كان لها أيضا انعكاس مباشر عليها بمجرد الحديث عند 5 فجرا من التوقيت المحلي للقاهرة بأن تعويما تم للسفينة بمقدار يصل إلى 80%. عند 8 صباحا بالتوقيت المحلي للقاهرة بعدها ب3 ساعات كانت أسواق النفط تحديدا في آسيا تقول أيضا أنها عودت الانخفاض من جديد تماشيا مع ما يمثله هذا الخبر من انعكاس واضح على بيئة الاقتصاد العالمي عدا عن كونه شريانا أساسيا من شرايين النقد الأجنبي المصري. دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد ينضم إلينا الآن عبر سكايب. دكتور محمود أهلا وسهلا بحضرتك، كما جرت العادة يهنئ المصريون بعضهم بعضا حتى دون سابق معرفة بهذا الخبر المبهج الذي استيقظ عليه المصريون بالأمس وتداعياته لا تزال مستمرة، فالمباركة لحضرتك بالضرورة. ألف مبروك يا فندم. يعني خليني بس أذكر في البداية يمكن هذه الأزمة يعني كانت بلغة القانون كاشفة لكثير من الأمور التي تعبر عن قوة الدولة المصرية، ليس فقط الأهمية الاقتصادية سواء على المستوى الدولي أو المستوى المحلي عن هذا الممر الملاحي الذي يعتبر يعني مؤثرا إلى حد كبير في حجم التجارة الدولية أو حتى في أسعار المواد على المستوى العالم، زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة كيف انعكست هذه الأزمة أو هذه الأخبار المتعلقة بالأزمة حول أسعار النفط وأسعار الخشب وأسعار كثير من السلع. لكن الملفت إلى الانتباه في هذا الإطار إنه هذه الأزمة يعني خلقت نوع من أو أكدت على فكرة المواطنة للمواطنين المصريين، يعني ويضاف إلى سلسلة الفشل للمنصات التي تروج الشائعات حول أو التي تحاول التشكيك لقوة الدولة المصرية أو قدرة الدولة المصرية على التعامل مع هذه الأزمة. يمكن كانت الردود للمتابع لصفحات التواصل الاجتماعي كانت شعبية على هذه المنصات، ويمكن هذه الأزمة جاءت لتدحض كافة الشائعات التي كانت تتحدث عن قناة السويس، سواء أن هناك بعض المشروعات أو بعض الأمور البديلة أو الخطوط البديلة لقناة السويس، وهذه الأزمة جاءت لتدحض هذه الفكرة تماما، خصوصا مع اهتمام وسائل الإعلام العالمية بكافة تفاصيل هذه الأزمة منذ بدايتها وحتى الأخبار بانتهاء هذه الأزمة أو حتى الحديث عن قدرة الدولة المصرية حول إدارة هذه الأزمة. ضحض هذه الروايات أو هذه التخرصات إذا جاز التعبير لم يكن فقط باهتمام وسائل الإعلام وإنما بحرص كل السفن التي كانت تعلم أن القناة لم يسمح فيها بالعبور بعد، ولكنها كانت تحرص على الإتيان والانتظار عوض الذهاب إلى ممرات أخرى أو مسارات بديلة. بالضبط، لأنه حينما تريد أن توصف هذه الأزمة، هذه أزمة ليست متعلقة بالدولة المصرية، هذه أزمة دولية لأنها مؤثرة في حجم التجارة على المستوى الدولي. أنت تتحدث عن خط ملاحي أو ممر ملاحي يمثل تقريبا 20% من تجارة الحاويات على مستوى العالم، ويمثل أكثر من 12% من حجم التجارة مجتمعة على مستوى العالم. أيضا عندك ممر بيمر فيه تقريبا في السنة أكثر من 19,000 سفينة على مختلف الأوزان والأحجام والاتساعات. مشروع قناة السويس الجديدة الذي يعني لاقى سلسلة طويلة من الشائعات منذ التفكير فيه، جاءت اللحظة التي تؤكد على أهمية هذا المشروع. أيضا قدرة الدولة المصرية في التعامل مع هذه الأزمة، ثقة الشركات الملاحة وشركات التأمين في قناة السويس كيف تعاملت مع الأزمة، خاصة أن هذا الأمر يعني أو توقف قناة السويس يعني هذا لم يحدث منذ 50 سنة مضت. كل هذه الأمور جاءت لتؤكد بما لا يدعو مجالا للشك حول قدرة الدولة المصرية، أهمية قناة السويس التي أصبح العالم كله أو التي أصبحت مثار للحديث عن العالم كله، سواء الشركات الملاحة التي لها بضائع من تنتظرها، شركات التأمين وكيف سوف تتعامل، أو خاصة أنه لو كان لا قدر الله
لجأنا إلى الخطة البديلة حول تفريغ الحاويات مرة أخرى، كان هذا أيضا سوف ينعكس اقتصاديا، لأن شركات التأمين كانت سوف تطلب مبالغ تأمينية أعلى لأن مستوى الخطورة سوف يرتفع. لكن التعامل بهذا الشكل مع هذه الأزمة إنما يضع ويؤكد ثقة شركات التأمين وثقة أيضا شركات الملاحة حول هذا الأمر. ولو كان هناك بديلا أو كما يروج حول أو خطا ملاحيا أو حتى مشروعا بديلا لقناة السويس له ذات الجدوى الاقتصادية، لكان التعامل مع هذه الأزمة لم يلقى كل هذا الصدد، وكان العملية لن تعد كون أن هناك سفينة جانحة في خط ملاحي أو ممر ملاحي، وهذه حادثة تحدث في كثير من الخطوط الملاحية. لكن لاعتبارات قناة السويس باعتبارها من أهم بل هي أهم ممر ملاحي على مستوى العالم، مؤثرا في حجم التجارة ومؤثرا في حجم أسعار السلع على مستوى العالم، تم التعامل مع هذه الأزمة على مستوى الصحف وعلى المستوى الدولي بشكل كبير. دكتور محمود، حضرتك تشير إلى حجم الأهمية الاستثنائية الممر الملاحي. نعم. الأهم تقريبا، لكننا يعني سنتدارس فيما بعد ربما بدءا من هذا اليوم وربما بدأنا فيه بالأمس الحديث عن عنصر إضافي ليس مرتبط فقط بالممر الملاحي وإنما بحرفية ومهنية وتمرس العاملين في هيئة قناة السويس، لأن إنهاء الأزمة كان بأيدي هؤلاء، الأمر لم يكن فقط مرتبط بممر العبور. هل تنظر بيئة الاقتصاد العالمي العابرة في ممر ملاحي ما إلى مستوى العنصر البشري الذي يعمل في هذا الممر؟ بطبيعة الحال، لأنه زي ما ذكرت لحضرتك كل سفينة بتمر خلال هذا الممر الملاحي تكون هناك شركات تأمين، شركات التأمين بتحصل منهم رسوم يعني بتتناسب حسب مستوى خطورة مرور هذه السفن. التعامل مع هذه الأزمة بأيادي مصرية خالصة وإنهاء هذه الأزمة بهذا الشكل الذي يعني لم يكلف أي أعباء ولم نضطر فيه إلى تفريغ الحاويات مرة أخرى، هذا إنما يؤكد على ثقة شركات التأمين ولا يؤدي إلى ارتفاع درجة المخاطرة للمرور. زي ما ذكرت حضرتك في المقدمة أن هناك سفينة أكثر حمولة وأكثر اتساعا استطاعت أن تمر بسلام خلال هذا الممر، وبالتالي التعامل أو سوف تنظر شركات التأمين وشركات الملاحة إلى هذه الأزمة باعتبارها أزمة عارضة، يعني غير وارد تكرارها مرة أخرى، نظرا لإدارة وحرفية التعامل مع هذه الأزمة من قبل السلطات المصرية أو من قبل الإدارة المصرية في قناة السويس. يعني كثيرا ما سمعنا دكتور محمود عن حسن استثمار وتوظيف قناة السويس ليس فقط باعتبارها ممرا ملاحيا استثنائيا ومدر أساسي من مدرات الدخل الأجنبي والنقد الأجنبي الذي يذهب إلى الاقتصاد المصري، وأن علينا أن نبحث في القيمة المضافة التي تعكف الدولة على تطوير المشروعات المرتبطة بما يعرف بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودعم المناطق اللوجستية والخدمية لبناء وصيانة السفن والتزود بالوقود. كيف علينا أن نصيغ التصور الاقتصادي المتكامل للقناة دكتور محمود؟ يعني إذا وصفنا قناة السويس زي ما ذكرت حضرتك باعتبارها مجرد ممر ملاحي بيربط العالم بعضه البعض، بهذا الشكل نكون قد اختزلنا قناة السويس إلى حد كبير. قناة السويس بالإضافة إلى كونها من أهم ممرات الملاحية على مستوى العالم، هي أيضا منطقة تقدم خدمات لوجستية من أفضل الخدمات اللوجستية الموجودة، منطقة صناعية أيضا، وكمان منتظر لها خلال العشر سنوات القادمة إن شاء الله أنها سوف تكون قاطرة التنمية داخل الدولة المصرية، نظرا لسلسلة المشروعات التي تنتظر قناة السويس. مشروع قناة السويس زي ما كنا بنتحدث في السابق لا يتمثل فقط في مجرد قناة السويس الجديدة التي موازية للقناة، وإنما نتحدث عن مشروع اقتصادي كامل، هناك مناطق صناعية متواجدة في هذا الممر، والتفكير فيه كمان احتمالية ربط قناة السويس بسيناء سوف يكون له قيمة مضافة غير طبيعية على مستوى الاقتصاد المصري. ما تدره قناة السويس وفقا لأرقام 2020 من دخل كان بيمثل تقريبا 5.6 مليار دولار، وهو الأمر في تصوري الأمر المسؤول الأول عن استقرار سعر صرف العملة، لأن هذا النقد الأجنبي
حينما يتم وضعه في البنك المركزي بيرفع معدل احتياط النقد الموجود لدى البنك المركزي، وبالتالي بيؤدي إلى زيادة المعروض من الدولار أو من العملات الأجنبية، وبالتالي هذا المسؤول الرئيسي عن استقرار سعر صرف العملة اللي بينعكس عليه أو بيترتب عليه كثير من التداعيات الاقتصادية، منها زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، منها مسؤول الأول عن معدل التضخم، عن كثير من الأمور التي تصب في المؤشرات الاقتصادية الكلية. لكن كمان يجب الأخذ في الاعتبار أن كل هذه الأرقام اللي أنا بذكرها لحضرتك كانت في 2020 وهو عام جائحة كورونا التي وصفها بالضبط، التي وصفها صندوق النقد الدولي بأنها حالة الإغلاق الكبير، بمعنى أنه كان حجم التجارة الدولية على مستوى العالم كان هناك كان في قدر كبير من التباطؤ. إذا ما ينتظر قناة السويس هو مزيد مع زيادة طبعا حجم التجارة الدولية، ومع النظر إلى قناة السويس بالنظرة الواسعة الشاملة، ليس فقط باعتبارها ممر ملاحي وإنما باعتبارها منطقة اقتصادية صناعية كبرى وعظمى فيها شركات كثيرة من شركات متعددة الجنسيات، باعتبارها أنها منطقة لوجستية كاملة، وباعتبار أن هي منطقة يمكن أن تربط أطراف الدولة وبعضها ببعض. ما يحتمل أو ما هو متوقع لقناة السويس أنها سوف تكون إن شاء الله قاطرة للتنمية للدولة المصرية، وإليك كافة الإشادات الدولية والتوقعات الخاصة بالاقتصاد المصري، سواء من صندوق النقد الدولي أو حتى كان أقربها مؤسسة موديز التي تتحدث على أن احتمالية أن تحقق الدولة المصرية معدلات نمو قد تصل إلى 6%. كل هذه الأمور مربوطة بشكل أساسي أو يعول فيها بشكل أساسي على ما تحققه قناة السويس من إيرادات. أتصور كمان أنه كيفية التعامل مع هذه الأزمة وإنهاؤها بهذا الشكل سوف يضيف قيمة مضافة أخرى لقناة السويس، يعني من بين أهم ما يقال هي حجم المشروعات التي تنفذ أو عساها أن تنفذ في المدى المنظور باستثمارات وطنية مباشرة أو عبر شراكات دشنت ولعلها سيفتح لها الأبواب في القريب العاجل. دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، أنت أشرت إلى عام الإغلاق الكبير 2020، على أمل أن يكون 2021 عام الفتح الجزئي بانعكاسات ذلك. أنا أشكر حك شكرا جزيلا دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد منضما إلينا عبر سكايب، أشكره شكرا جزيلا.